بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم أم لغة أم لغة. حبيباتي اليوم راح نشوفوا مع بعض الدولمة خرشوف. أنا هنا كم مقادير عندي بيان سور خرشوف، عندي حبيبة تاع قارص بصل، عندي لافيون داشي، وعندي قطعة تاع اللحم رمي، عندي التومة، عندي الحمص، عندي فلفل الكحل، القرفة، شوية سكنجبير، وعندي هذا الخيط هذا اللي نستعملوه في الطبخ هذايا، وعندي بيان سور ربطة تاع المعدنوس. نقي الخرشف ونحكلو الحامض باش يقعد بيض، نغليه بوندون 3 مينوت حتى 4 مينوت ابي بخي، جوست باش تنحلو المرورية. وما ننساش في الماء هذا ندير ربع حبة قارص باش يقعد بيض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم أم لغة أم لغة. حبيباتي اليوم راح نشوفوا مع بعض دولمة الخرشف. بطبيعة الحال يكون عندي هنا الخرشف، عندي لافيون داشي، عندي لحم غني، عندي زوج سنينات الثوم، عندي حبة قارص، بصلة، معدنوس، عندي حميصة، كم التوابل، عندي القرفة والفلفل الكحل، وعندي شوية سكنجبير ماشي بزاف، شوية برك، وعندي الملح بطبيعه الحال، والخيط هذا اللي نستعملوه في الطبخ هدايا. انا يا درت الماء يغلي على النار باش ودرت فيه، وحندير فيه نص ولا ربع حبه قارص. نقي الخرشوف ونحكو مليح بالقارص ونقطعه قطع، دوك نشوفوا هذا الشيء مع بعض. وممتو ندير القطع اللحم تاعي مع نص حبيبه بصله يتقلاو هكذا باش نربح الوقت. كي تشوفي الاخت الكريمه انا حطيت القطعة تاع اللحم تاعي تاع غني لهنايا فريطك، درت لهم بصله قطعه صغيره انا قطعتها، ودرت فلفل الكحل، ودرت الملح. الملح ما كفاش بزاف، بس راح ملح لافيون داشي، وكم تعرفوا المرقه البيضاء ما تحبش بزاف الملح. كما راكي تشوفي الاخت الكريمه انا نقطعهم قطع متساويه، نحاول نحي لهم هاديه دون على بالي بلي تعرفت ما كاينش اللي ما تعرفش تنقي الخرشف. ماشي جامي يكونوا معنا المبتدئات، يكونوا بنات صغار بداو هذا وين يدخلوا الكوزينه. دونك انا نحي الرقشه نحيها كامل، و اون طون نحكها هكذا بالحامض باش ما تكحلش. من بعد كما قلت لكم درت الماء يغلي، ندير فيه نص هذه حبيبه قارص، وهم نخليهم 5 دقائق باش نحلهم الصفوريه المراره هذه، ومن بعد يقعدوا بيوضه. انا نكمل الخرشوف اللي عندي وحنتلاقاو فيما بعد. ما كي تشوفي اختي الكريمه انا راني درتو لهنايا في القدر باش تشوفي هكا، انا رميت ربع حبه قارص هكا باش يقعد بيض شباب. لافيون داشي، نربي عليها البصلة، نزيد السمة تاع التوم اللي عندي، نزيد المعدنوس، نزيد الملح، القرفة، فلفل أسود، قص المعلقه الصغيره تاع القهوه، سكنجبير قليل جدا، انا جوست باش ندخل سكنجبير في الماكله تاعي. خلطي مع بعض، وندير انايا نكسر الحبه البيض، ندير شويه بل. انا هي نخلط ونشوف، ندير اصابع الطول تاعهم على حساب القطع تاع الخرشف اللي قطعتهم، يعني نفس الطول. كما راكي تشوفي اخت كريمه انا كنت وجدتهم هكا حابش هكذا سوا سوا مع العصيات تاع الخرشف اللي وجدتيهم، حطهم لهنايا وزيد نبقى عليها هكذا.
تخدمي لهنا النوت تاعك. انا لهنا عندي حميصه اي طيبه بزاف، سي بور سا كي حنمرق ما نديرهاش دوكا، نديرها حوالي 5 دقائق قبل ما نطفي عليها باسكو هي طيبه بزاف. ها هنا يا نمرق، بسم الله. انا ويغلي مقطعي تغلي ونروح نحط فيها الخشب. كانت فيديو عندها شي قعدت لي درت فيها لي بولات، دوك انا ما نديرهمش دوكا، شويه ونديرهم مع الحميصه. انا نغلق على الكوكوت نتاعي، حنتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. هذيك الكريمه نفتحت عليها، هات فيها مريقه، دوك انا ندير لا فيون داشي لي بول ديكون لي بولات هذوما، نزيد هاد الحميصه باسكو كان طايبه. دوك انا نزيد نخليهم حوالي 5 دقائق ونطفي عليهم. نتلاقى فيما بعد ان شاء الله. هاويك حبيبتي، راني حطيته في صحن التقديم. هاويك دوكا لي بيان سور لي روح ياكل، لي نحي هاد الخيط هذا بالمقص. ما خرجت لافيون داشي، ما قعدت بحالها هكذا خير. عليكم حبيباتي، نبدأت في صحن التقديم، صراحة والله يجي رائع. هاديكم هذا الخيط، دوك انا نحيه بالمقص، والحشوة تاع الفيون داشي ما خرج ما والو. هاديكم تجي رائع رائع رائع، سورتو انا في الوقت تاع الخرشف. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، وإذا عجبتكم الوصفة ما تبخلونيش بجام، واللي مش مشتركين في القناة يضغطوا على زر الاشتراك والتفعيل الجرس، هكا يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، أمسية طيبة، والسلام عليكم.